بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصحاب تقالي جاي شمل كيكو حرير يقف فيديو وانا قاعد دمان تنقل لي نادي الكيما ولكن عبد الله سلام محمد وهو الذي سمرنا سلام تين سلام قال سيد قال يوتي سلام ولا تنم الشعالي محبه كبه حدا دمان تنقل لي نادي الكيما ولا لي صوماليه دو وحان دي كوسو بينا شمل كيكو سمراج اصحاب شمل كفيديو ويسك اي مو قال كيكو كوسو دمان تي وحان دي كوسو سنه شمل سبسكرايب كريدا سنه كل البلك بروتان اصحاب كوسو حتى شمل سبسكرايب كريدا يا اصحاب تي هوري دمان تي وحان سيدو كلين كوسو سنه يعني فيديو ويسك شير كريدا سان لاجر سان كومنت ني ريتان هذا حسان وحتلا اما تسالا ام احتاج قبت سؤال دمانتين أدي أدي ما سنتين. سعبت الغالي قال فيديو وسكي قال سعطاء سيد سنتين وحاج الفيديو سد حديها بين الصلاة في النجبة قناة بين والبا إن رنتي أدي أنا وحمة لكن كل يبا إن الذي شراء يوم عنا محلها يصاب شراء هاي أو فيديو وصلوا باقي باقي كرا يا جتي إن هبين كذا حنا وباقي إن إنا عنا محلها يصادق الفيديو إن عنو يرى دبنا ورفات سن وأنا أصحابته يتدك سو مالي سو بندقين إن هبين كلا بعض حنا وباقي إن علاقة جرتي وبسيط كم واحد يقتل سلها إن سبب كل دوانا يونو باقنا إن شاء الله هدي لايمو عاو بسات كينا واجه قري الذي كما جرتو إن وح كلانا ما عن هينو وكم مهم سنوات لنا وكم مهم سيهاي إن هرطا مركلا الله فيريو إن برامشنا إن في سوينك وغهضا مو إن في سوينك قاوبك وفضد إن وهيلكرو إن رنتي فيديو غان وحو كميدا فيديو اسكا آت مهم بوا وايو إكس برا سينتر وحن كل شاكني وفيديو غان كميدي هاي إن في سياشة وفضد وغنا دك دك بضان دولة دك كندا إن بحسو إن فيديو غان رنتي أصحابت أنا لسو عمحكو ري فيديو كلا وكوحر لسيهاي وأنا وهاد ليني بروسيس كوردن حتى وحن كان لي وحي هاي اكسبيرينس انتري او فيديو غورا ان كوسو بلاوني حدا انا عاوز يودي دون هدي لايدمو اكسبيرينس انتري غاس وحن شاغني انه لي ريكويرمنت انه لي كونديشنز انه لي هاي ان وحيابو او فرصه داد كرو قادي كرا ان اد شوف في سهل سودك كندا ان رنت هتي هذا الفيديو لكن ان شاء الله هدي لايدمو كارهان ان انت سو دغي دونا كلا سوو او داو او معناها حاله سيدات كان فهمتو كي هو كنقو ان رنتي ان شاء الله بدي لايد مو وبس الفيديو انا عاوز ويب سايت كيك دونو انا في الاكي دونو الانفورميشن كان انتو دونو هدي على انه ايا وحو يا كي ومي مثلا وحو يا كي ومي مثلا وحو كي ان ويب سايت كما كان ان قالوا يعني انتو دوناي ان بروسيس كو حكومه لا داينا دوكيومنتس كايسيتو اكسبريس انتري مركل هاد لايا كان لايا اكسبريس انتري مركل هاد لايا وحو كو بلاودا ان دوكيومنتس كي ادريسيتو دوكيومنتس كو حكمدا انجلش تيستيغي ان اصحاب ظن وحاجه ترنتي اي شانل كان كوصو هذا مو خير وجل عيو اصحابتي هرب جوجتي وفيديو اسك داوري سنه غير عليها هنايا ان في ساعه ايام معناها محله وحركورمنتس كسو حكمدا بروسيس كسو حكمدا ان مارك هورينا تيساتو انجلش تيست ان اما انجلش سيرتيفيكيت ان تيساتو او اللي تلي قانا او عانا ودونك اي اي ال تي اس اللي رادو او علشان دولتها اي لا دهي يو كي لا دهي دولتها نيوزيلاند استراليا يو كندا اللي استعمالا اي واي واو دمو سياسه دهان يا دقن اهان ما اد سوغدو ان وحياه بدن رنتي شركريا ان رنتي هدي اضربتو سيدا لو وحا او يهاي اي اي ال تي اس يوم معناها محله سيابا لو ابلاي غري يميلها تيستينغ على غير انتبا ان وحن ان شاء الله بصور دونا فيديو انا وهذا الماي اي ال تي اس او انترناشونال انجلش لانجويج تيست سيستم ان رونتي فيديو وحن صور دونا هرتا ان ماك فيديو ان دمادو ايا سكرين اندي كسو داري دونا دي لهيدمو ان تكسيدو خلي باهي وحا كميد ان داي وربحنت ان وحبرشده دي ان قيميسو ان شاء الله دي لهيد الفيديو اسنا ون كسو داري دونا سيدو كلو وحن صور دونا فيديو وي كان كوريي او معناها محل هي ان كوسان كان ناد فولدس ان كو فولد هذا كاني او بروسيس كان دونكو شرحها مركا اصحابي لا صوت ان شاء الله دي لهيدمو وبسيت كان دادينا وخي يرنا ان سايا فيديو اس كان داودا كارحان ولا سو غلغلي دونا قاركود او علشان فرت سو قرميسو انت كسو قرميسا ايا دون بعد اكو سيسان كدنا وداونيسا الله ودي لازم وحنا كبلاب دونا أرتينا بروسر فرنو بروسر كمان فرنو بروسر كمان فرنو وحواي إنترنت إكسبلور إن شاء الله ودي لازم صحابي رتمر كورين تاعنا بلابين عن صفومك وحرب عن عن أخيار تقارو فيسبوك يوتيوب كي كحرن أمر اللي بيسوي دي فيسبوك أي عن تصو and فيسبوك أي جالس حليل كران يمشي أي جالس درسن كران and إنك استا أو فيسبوك أنا وبح فيسبوك أنا بدنك مستعمله كنا استعمله and وحواي صحابي وجدت وحواي أفر كون سجال بقول سجالشني تدابو مركو بح أي كده ينتهي مركو ودي فلوك لكن ودي فلوك ريكر تامك على بارتو ودي سو فلوك كرتا او فلو ايت سوني كرتا دي لاينمو ان ماركو واكاسا ماغي واكاس عبد الله سلام محمد ان دوردا سيرا غدالي سار ان بروفايل بيكتشر كيغن واكا ان سيدو كاله ان اصحاب في فيسبوك او فيديو اسكا ان معناها محل اي سوديغو فيسبوك سوديغو ار كاميرا ولبي ويديا ان يوتيوب شانل كيغا ان يوتيوب شانل كي واكا اصحاب يوتيوب ان كودفسنو ان كديبنا إن شاء الله هذه لايد محن كاتس دونا سيد عادي سو بهاريسان إن سحبت قارئ وحليهين مرة لو فيديو وسكي إيميل كل كواركان سوشيال ميديا ها إن شانل كايجا ومجلس سماشك تذكر خار ما أرجنا تذكر خار واوي نايدهان بركة شانل كي مجلس واقاس وآس إمبراجي إن إن شاء الله هذه لب آس إمبراجي واي واقاس هذا نكتان أستعد أذكر سيد فتو فيديو وسكي يا ذكر كيسا وحيق وده وقاس أمريكا وادي صورة إكرتا إن شاء الله هذه لايد إن هذا إنت أقول بحنا مر anu laabano en formkii aan ku balansanay inaan fiirino marka hore google ka ayaan aadina en sidii caadadu ahayd markaas waxaan ka bilaawnaa en google ka ayaan ku bilaawnaa kadib meesha waxaan gelinaynaa canada.ca en
oo ah website ka dawladda Kenya qaybta immigration and halkaas ayaan ka soo dooranayna kadib marka inta iimaaneyno ayaa waxaan rabaa inaan fiicnaan badan muujino oo aad ila socotaan qaybta menu ayaa ku dhufanaysa and qayb walba oo qaybtan ka tirsan menu-ga marka soo furato waxyaabaha soo baxayo dhan qayb qayb ayay hoos timaadaa tusaale kale hadda meesha ugu hooseysa ah national security waxaan dhana hoos timaadaa and qaybtan kale waxaan environmental and natural resources ku waxaan dhana hoos timaadaa taxes ku waxaan dhana hoos timaadaa marka ana waxaan ku dhufanaysaa immigration and citizenship ku dhufanaynaa kadib kuwan waxaan ka dooranaynaa immigration immigrate ayaan ka dooranaynaa immigrate meeshaas ay ku qoran tahay marka aad ka doorato and saxaabi wuxuu ku tusayaa siyaabaha aad ugu immigrate gare karto ama ugu hayaami karto ama aad u aadi karto ama aad ugu intaad tagto ugu noolaan karto waddanka Canada fiisooyinka kala duwan ee waddanka Canada ayuu ku tusayaa kan waa express entry waaw kana ka hadli doona formkiisa inuu doona sida in formkiisa loo sameesto sidoo kale waxa jira family sponsorship asagana waad sameysan kartaa hadii qof oo macnaheedu waxa la family ka tirsan oo rabo inuu ku dacwado Quebec select skilled worker jiros Quebec waxa uu gaatiin lagu matago barnaamijyada oo dhan in wax kasta oo dawladda Canada leedahay lagu matago waxa lagu tagaa oo kaliya barnaamijyo ay ayagu leeyihiin and caregiver isa jiro video ayaan ka sameeyay and sidoo kale kan video kamaana sameeyay waa self employed umaleeymay adinku inuu qosayo kan video kamaana sameeyay insha Allah waxa sameey doona kan video ayaan ka sameeyay waxaan waa ofisiyal waddanka Canada lagu tago oo hadii ilaahay ku idmaayo aad aan shan barmer research ku heli taa waxaan ayaan ka hadlaynaa tan waa kan ugu fudud ee ugu degdeg badan ayaan dhahnay express interview dawladda federaalka ayaa la gobolada dhan ayaa ku tagi kartaa marka laga reebo Quebec sharciyadu waa ka duwan yahay group 5 gooni ayaa leedahay wax walba gooni ayaa leedahay okay express interview noo dhufo marka aad ku dhufato process ka gaaban ayuu meeshan ka tusayaa process ka koowaad waxa waaye qaybta koowaad waxa waaye documentiga inaad diyaarsato sida hadii aad shahaadooyin haysatay sida hadii macnaheedu maxaa lahay aad english test inaad qaadato waxa soo rinaad haysato and sidoo kale waa inaad submit aa waxaan ka hadlayno inaad submit gareyso ama aad dirto dawladda Kenya u dirto and formka and profile ka aduuta ama inaad sameyso express entry profile form aad buuxinaysaa aad ugu codsanayso dawladda Kenya inay fiisa ku siido ayaa jiro ama calaashaan ay kugu invite gareyso inaad permanent resident aad apply gareyso marka formkaas tirto way ku fiirinayaan documentigaaga ay fiirinayaan pointskaaga ay fiirinayaan waxa haysta ay fiirinayaan kadibna waxay sameynayaan waxay ku leeyihiin hadii ka helaan oo pointskaagu oo wanaagsanaado way kugu invite gareynayaan inaad permanent resident aad soo apply gareyso permanent resident waxa leeyahay green card ka dawladda Canada kadib hadii ay ku approve gareeyaan processka ayaad maraysa interview ayaad maraysa caafimaadka ayaa la jeegareynaya security ayaa la jeegareynaya wax walba background ka la jeegareynaya kadibna Canada ayaad saad ku imaanaysaa insha Allah diilaan marka aad meesha markaan joogno waxaan lahaynay form la sameystaa Soomaalida dawladda Kenya codsi loo dirsadaa marka codsiga ayaan rabnaa caawinaad sameyno ama formkii dawladda Kenya loo dirsanaa ayaan rabnaa inaan sameyno hadii alleeno okay marka aad tan ku dhufato oo submitkaas ku dhufanaysa oo in kiil maamulkan ayaad ku dhufanaysa halkaas ayaan joognaa meeshaana ma aanan gaarin meeshaana ma gaarin okay marka halkaas marayso and submit qaybtaas ah express entry ayaad ku dhufanaysa kadib marka ku dhufato hoos ayaad bixisaa waxaan oran iska ignore gray kadib meeshaas ay ku qoran tahay create and sign in tira account ku sii dhufso and kadib wuxuu ku leeyahay sign in een intan wax ku leeyahay marka sign in ba kaba soo qaad inaad hadda cusub tahay oo aad wali wax sameysan marka waxa leedahay in qofka marka waa inuu register yahay marka uu rabo inuu wax sign in sameeyo marka sign in marka dhilaad register leh qaybta ugu hooseeda oo don't have an account message ku qoranta message ku hooseeda oo register ka kurso register ku dhufsatid een wuxuu ku leeyahay labadan option ayuu ku siinayaa kan sidaan isku register gareynaa mise sidaan marka aan daawad imkanaad aad joogin een si personal ah waxaad inaad socotaa register with GC key marka GC key gaas isku register gareey and CCK waxa uu jeedaa anuma fahmin and wax hor aan sameeyay meesha ku jiro marka wuxuu ku leeyahay marka hore and horta signing garee uu ku leeyahay marlaba signing ka markuu yiraahdo waxa ku wareerin halkaan ayaad imaanaysaa sign up ewan malee ee sign up garee yaleen ee sign up garee marka tiraahdo asxaabay and kadib waxa sameeynaysa meeshan wuxuu ku siinayaa terms and conditions website kasta ayaa iska accepted waana aqbalay and shuruudihiin kadib meeshan username ayuu ku diinaa username ka arkin username ku noqdo and gasho ayuu ku leeyahay marka ahmed احمد 27 هيل باسورد ايو كويديه كد باسورد كاغشو باسورد كو انو كابيتال كو بلاودا حرف كو هريا شروط ما لكن ادو كابيتال ني قيبها تو قبلنا سمول ليتر هاتو حل ان اد كو درتو ان نام حل ايترو ال كو الى 10 ان كدبنا سبيشال ليتر سيدا على سماشو ات هاش واحنا اسك ساين دولار ساين اس ماشي اوكي اوكي مركا سانتاي ساسيده يا كو شيغاي واحنا جلناي kaga bi ma sheegi doontid insha Allah diilaa in ma okay ana arko markay inuu isameeyin kale okay waa isameeyay wuxuu dhahay horoso waxa ku sameeyay password kina waga aqbalay username kina waga aqbalay username kii password kina ilmantana ma okay markaa wuxuu ku leeyahay wuxuu ku diinayaa recovery question oo ah in markii aad calaashaan hadu kaalmo oo macnaheedu waxa la username kii password kii kaalmaan wixii aad kula soo bixdeen okay kano kale ayaan anigu iska doortaa what was my favorite game as a child meesha waxa ku qortaa oo kale football
adiga is up to you waxaad ku xasuusan karto in qof kaliya ee adduunka qofka aad kugu xasuusta badan qofkee waa hooyo hintiga ama markii aad hilmaanto waxaad ku xasuusan doontaa in meesha su'aasha soo kala hadii aad dad seegto waxaad ku xasuusan doontaa hooyo la igu xidhid okay date kugu fiicnaa ama waqti kugu fiicnaa taariikhdi kugu fiicnaa waad xasuusato xasuustaada aan ka go'eynin okay xawaaniga 27 okay waxa waaye maxaa ku xasuusan kartaa ayuu ku leeyahay dhowdi maxaad ku xasuustaa waxaan maxaa ku xasuustaa taariikhda waxaan ku xasuustaa amuud een amuud waxay tahay inaad taqaanan ayaan filaya okay marka meeshan wuxuu ku yiri wixii waan ku sameeyay waxa ay waa sameysatay een username-ka waa kaas baas weerkaaga inaad xasuustid waa okay continue marka aad dhahdid kadib wuxuu ku siinaya isla een terms and conditions kala ayuu ku siinaya kadib waxaad leedahay I accept okay waa inaad accept kareysaa mar walba kadib marka inta imaato waxaad ku dhufanaysaa een maxamed na maxamed horan buu sameeyay maxaa waa Ali no meeshaan Ali igeli meeshaan waxaa ka dhigtaa Abdullahi sawirkii ayaan gelinayaa baad weeraan gelin inta muhiim ah English luqadda aad dooranayso luqadeed rabtaa inaad barnaamijku askaayso kulli waa Faransiis iyo English kan doortay okay continue ida marka okay meeshan wuxuu weydiiyay security question number 1 dooro hooyo macaan oo kale iska dooro kadibna in hooyo ku qoro calaashan waa security question iskale oo calaashan dhowti hadda hilmaanto su'aasha koobaad lagu weydiinaa waxa waa hooyo macaan waa tuma hooyo adiga magac waxa ku dirtay kartaa ama hooyo ku qoro su'aasha labaad waxa waa aabe macaan ee kanitaaniga intana aabe ayaan ku qortay een su'aasha saddexaad waxa waa een abay macaan intana waxaan ku qortay abay inta waxaan ku qortay abow macaan intana waxaan ku qoray abow okay waad fahantay sabax marka dhowti saas ka dhigo saaso kale ayaad ka dhigi kartaa dabcan een wax kale waa ka dhigi kartaa daabtid waad xusuusan kartid okay marka automatically marka halkaas imaato een wuxuu ku siinayaa optionskan ayuu ku siinayaa optionskan maxay yihiin marka optionskan waxa waaye maxaa doonaysaa inaad apply gareyso marka waxa leedahay waxaan doonayaa inaan apply gareeyo come and apply to come to Canada halkaas ayaad ka dooranaysaa hadii aad formkan doonayso okay wuxuu ku leeyahay marka ma haysataa please enter your personal reference code to begin your application ma haysataa ayaad leedahay kadib barnaamijkii aad apply gareeyay sadaad xusuusto waxa waaye express entry asaga ku sii dhufso okay marka halkaas ku sii dhufsato su'aalaha ayaad ka jawaabaysaa tusaale kale hal mar wax yar aan idaaceliyo meesha wuxuu ku leeyahay hadii aadan haysan personal reference code hadii aad haysan su'aalaha ayaad ka jawaabaysaa si aad u jeegareyso eligibility-gaaga kadib waa okay aad leedahay kaas dooro kadib su'aalihii ayuu ku bilaabayaa if you don't know yet choose the preference hadii aadan ogeyn preference-iga aad rabtid macnaha maxaa leedahay preference-iga aad rabtid markaad Canada tagto xaggeed rabtaa inaad uga noolaato waxaad leedahay tusaale kale waxaad tiraahdaa Ontario somalida ontario si fiican yaqaani soma kadib next deh markaad next deh kadib waxaa soo baxay su'aal kale oo la yiraahdo luqadeed macnaha maxaa leeyahay test ma qaadatay luqad test ma qaadatay waxaanay tahay wax points kale ugu siinaya marka test ma qaadatay IELTS aan qaadatay next okay kadib marka sidaa tiraahdo wuxuu ku leeyahay date ka qaadatay waa kee laba sano gudood waa inaan ka dhigataa ani 2019 meeshaan ka dhigay bishan waxaan ka dhigayo kale July intana waxaan ka dhigtay kale 14-keeda okay marka laba sano gudahood waay waa hal sano xitaa ma dhamaa laga yaaba okay find out if you are eligible marka english ki testiga aad ka dhigtay testiga muxuu ahaa meeshaan ugu leeyahay and speaking ka andaano 8.5 and listening ka andaano 8 and intana andaano 9 reading ka intana andaano 8.5 marka ayagu isku daraya kadibna average ayuu sameeynaa okay hore ayaan uga soconaynaa kid meeshaan wuxuu leeyahay you have no luqad kale ma test kale wax kale oo test ama result ama certificate kale ma haysta oo luqadda la xiriirta maya ayaan leenahay kidibna next ayaan leenahay okay meeshaan wuxuu ku dhahay if you don't have any Canadian work experience oh no can I tell mom in the last 3 years how many years of skill work do you have in Canada waxba kama shaqeynaa leedahay none ayaa leedahay meeshaan wuxuu yiri if you don't have any Canadian work experience during this period please choose none okay meeshaan none ayaa dooranaysa okay and kadib waxa leedahay next again okay kadib marka halkaan timaado wuxuu ku yiri in the last 10 years how many work experience do you have in a national kala marka wadanka aad joogto aan ka shaqeeyo meeshaan waxaan leeyahay marka 6 or more lix sano ama ka badan aan shaqeeyo okay aga maxuu ku leeyahay if you are not sure meeshaan aad su'aashu halkaas waa su'aashu halkaan ku wareerin halkaan ayuu meesha qoran in the last 5 years do you have at least 2 years of experience in one of these types of jobs alshan in shaqooyinka soo socda in laba sano iyo wax ka badan ka shaqeysa ayuu ku yiri industrial electrical construction trades maxuu leeyahay ma shaqeysay in cilad bixinta
معنا واحد ماشان كورنت هذا يه اسمها يه واحنا عايز مكشقة يسوي ليها واي ماشان صدق كان مكشقة يسوي ليها ضيع تركة أما مين السجى أما مكانيكا الإيكومنت أوبريشن يقولي عم مشينه كلام ما مكشقة يسوي سوبر فايسر مثلا واحد سوبر فايسر يقولي عم نقطة تكنيكال شوب يقولي عم مكشقة يسوي وعشان واحد ما قلت بحسي أجريكالتشر كبيرخ وكلام يقولي عم مكشقة يسوي مال برودكشن يقولي عم مكشقة يسوي وانتو عمل بس وصار عيو أما واحد كلام بس وصار عيو بروسيسين يقولي عم مكشقة واحد ما إن عشان بروسيس كلام يسوي منفكتشر مكشقة يسوي وعلاب لسه وصار يقولي واحد صار مكشقة الشيف من نقطة كوك من نقطة ويلقى هيربلا من نقطة أو بيكر من نقطة أو ميل روت ويلقى مكشقة يس مركو حتى هذا two or more كندا ما هم وقت أوكي خروج أمريكا مركز هذا ترى do you have certification of ماشي محل هذا النوع بيجوز لكل أي كندا وحترين إن مكان يستطاع وترين مقالتي هذا أونلاين وحكة قالتي كندا يعني يس هذه قطع لكن هذا النوع هذه أونلاين وحكة قالتي وكله هذه سيء مقالتي ترينين أو كندا أنا ويلقى هذا قالتي يس يا لذا أوكي سيدو كله ماشي next يا لذا دي لينو سيدو كله صحابي وحكولي هاي تعملها how much money على كندا اللي مانيسا وحات راهو قالت هي 3000 or more وحان نقطة points على وسينا يا ملعقة إنكس مركز تقول لعقة سيبها تو points يعني ليس وايد دولة وحيو جاني سمركز إن هذا public charge فقط دون public charge حالي هذا قف كعاء وما تقول بعض دولة مركز سيدا في وقف كوف في عن طين اللعقة بدن على شان شيء قطع مال ليمات أوكي هذا اللعقة هي ستة هذا هي سنة أنت هي ستة يا شيء جيسة أوكي فمن الممبر ما قف كل مانيسو حل حباي لي مانا ده أنا جي إسلانتي ده أنا جي نيمكي أي أسلي مانا next ده كده بحات راهو do you have شقق أفر هذه هذا يستوى وأنت كندي and كمبني كندي أنا أنت شقق عبس طيب وكلنا وكسينا إن هذا ودن جماديت يس يا الله and هذا هي سنة النوع يا الله قصة معهولي okay based on the answers ماشان وارسالة تيجي مركز إن eligible وهاي ربعين ودس based on the results based on your answers you appear to be eligible وحلا ماشان مركز الفيريا ولا سؤالي أكيد جوابتي and وحدهم وغتاقف وقصة بحاجة and برامج كان وفي سنة اللي كان okay continue يا الله مركز continue مركز إرادة وحوليها إن هرو سرعة أوكي ما قاعد أقوم حاول فمل نيم كي هو علي هذا الحصتان كي هراء إنجليزي برول بقى وحويدي هذا هرو سرعة وحبا إن حل حد بسن ودين هذا كهرو ويدي ما هراء ذي واحد استفهم كيس كجلي أوكي ميل له أما في ميل هذا ثاني في ميل كديو كورميت على تي إن صار كلام ميل ونسيبه فوق 81 إن 81 واسيه رئيسي إن أما وش عليها 1994 سيدوك على January سيدوك على 20 كيد هرو سرعة مركز هذا أنا واحد معهن واحد أنا جالس أحيا لكن وأنا جالس أسمعهم ما رشل السيتس كانوا محاوي وسنجل عندنا في ماري ويا أصحابي متوهد بدل نروح عن السنجل لا يبدين مركب مركب هالك هذا ما أبغى برضه عن بري الله هي أيادو حكي بالله بس بروسيس كرس معها واحد قلنا سب بيرسون إنفورميشن كان واحد قلنا سب كونتكس كان واحد قلنا سب عن تصدق عن جهر رأيي متكس قاب متكس وقال بروحنا موت كان جهر رأيي عن تصدق هذه لهذا أوكي ويف فريسونا and personal information هذا سمعناه عالي عالي أيودي and عالي مقعي كواد وعالي لانو عالي اوكي هرو سعو نكست ده كده ماشا وحيو دي ودن كادو للاطي اما كون للاطي الصوماليا اوكي صومالي مركو يرادو ماشا نكرسو كده من مقالة عاد كون للاطي مقالة دي كون للاطي انو وحن كون الشيء عيال بوري عيال بور ملك مقالة دي كون للاطي ماركي شنيسا اوكي نكست ده كده ماشا نيا علشان ايمانيسا وحن هرئي وقلي كده نكست سيده مركز نقص سيتر هذا ولي personal information كان كتير هيجو and okay passport ما هستا yes passport وان هستا and passport كا and محوية هاي و passport صنع okay passport كدك متى passport كده number كيسجل على المرمشة طبعا هذا طبعا كرسيرة هاي and أفر سدح طنات okay country and لقصة صارى سومالي يعني جوا يا ليش صار هذا وطن كله لقصة مين وطن كم باشيء كيسا and okay and territory مجددو ماشى محل وياه country territory of ish wadan ka ish gareey wa somali ya wadan soo saaray ka way date ka el ish gareey amba date ka la sameeyay passport ka meesha waxa waaye 2019 kadig ilaa horan oo ga dhacmarne aan sidoo kale january kadig sidoo kale meeshan 17 kadig kadig goormo dhacaya aya meeshan lagu yidii passport ko ish waxa kulada saameen markaa ina tiskiila liso 2024 may no january kadig madam ki hore january aan kadigay sidoo kale wax ka dhigta meeshan 17 hadii ahayd 18 base kale in hore oo amerika safe anad oo igu daray amerika passportki waka soo midid passportka taa angle information ki waka okay next de next marka tirado wuxuu ku siinaya hadan wuxuu ku weydiinaya ali wiligiis immigration soo abla gareey aniga kale wiligiis soo abla gareen hada rabtan yes aad dhigi kartaa علشان waxa aad abla gareen kartaa marka mari hada meeshan noo ayaan leenahay ali kadib علي ودن كيسو كواي أنا جو جهلا يا مبت اللي أنا علي اللي رأيي إن سوماليا يعني لا يهاي إن سوماليا مركب كله صدق ودن كهاد كنوا ليهاي سوماليا اللي هسكده إن سوماليا مركب ترى هذا next يا الله okay إن كتب هذا information family information يكون how many family members إن حلم هسكده إن كتب how much money إن 34,000
iskade and 34000 ka tirado kadib next leh and hadata madam aan 34 waxaan ugu dhigaa data 33000 ka badan ayaan yiri ali half relative yes ali relative kulli ama qaraabo kulli wadanka in canada wa personal information kan wali marayna ogaada and this ali qofkan wuxuu u yahay qofku joog muxuu ku yahay wuxuu ku yahay adeer ama ido ayuu yahay sidoo kale meesha uu ku nool yahay qofkan ayto wuxuu ku nool yahay ontario meeshi aan rabay in aan soo sheegay inuu calaashan ii joogo kadib safe annex ayaa ku dhufanaysa safe annex waxa loo jeedaa qaybtaas inaad dhameysay ayuu ku tusaa qaybtaas tigmo ku saar hadana qaybtan ayaa bilaabaysa qaybtan ayaa bilaabaysa hadana saxaabey okay qaybtan ku furo kulli qaybtan waa iska dibadnaanaysa waa iska dibadnaanaysa waxaan jeedaa calaashan qayb kasta marka aad sameeyayso way calaashan iska si aad kaaneysa aan email kaaga sheegayo yiri kadib waxaan leeyahay kale tan igu fudayaan sheegaya waxaan leeyahay haddu san kii horeba i weydiin haddii ugu soo celiyana kii kalaan u gelinaa hadii laydmo okay okay marka password no previous maxaa u dhahay waa ku celiyay calaashan aan qalad sameeyey marka hore igu soco kadibna safe and exit safe and exit haddana intana wuxuu ii saaray contactka meesha laga soo xiriirayana tig ayuu ii saaray state language haddana meelaha wax ka bartay ayuu gelinaya asxaabay foomka aad ayuu dheer yahay mid walba waa inaad buuxisaa mid walba waa inaad buuxisaa kaaraba okay okay laakiin aan isku dayba hadii aan kan kale sii wado laakiin wax walba qofka hadii waxa loo bidaamiyo waxa la rabaa inuu sameeyo karo kanan ku daraya marka and has Ali finished high school or any higher education yes wuu dhameystay and institution key wixii dhan ayuu ku tusaa Soomaali waxa gelinaysa kala tusaale waxa gelinaysa and field of education ka gelinaysa waxa bartay and sidoo kale waxa gelinaysa and since what year sanadka aad bilaawday iyo sanadka aad macnaheedu maxaa lahayd waxa soo aad gelinaysa this is my current study ayaad dhigi kartaa darbi hadda ayaan wada waxbarashada dhigi kartaa sidoo kale full academic year ayaad qoraysaa complete full academic year ayaad qoraysaa sidoo kale meesha waxaad gelinaysaa full time part time study miya full time ayaad gelinaysaa sidoo kale standing at the end of the period ayaad gelinaysaa good macnaheedu waxa aad xaaladaad waxa ay tahay ama macnaheedu maxaa lahayd degree aad haysato not complete miya complete miya mention out the in good standing but certificate or diploma meesha ayaad gelinaysaa waxa aad heshay waa calaashan markaad waxbarashada sameysay country of study wadankaad wax ku baratay ayaad gelinaysaa sidoo kale waxa soo aad gelinaysaa asxaabey form waa dheer yahay ma fahantay haddii shahaadi ku sii diibaysaa kadib application details representative work experience kampaniyasha aad ka shaqeyso aad meeshan gelinaysaa formku waa fudud yahay laakiin waa dheer yahay marka asxaabey saas inaad ku weydiinayaan idin rajaynayaa haddii aad cilad kala kulanto ama aad calaashan kugu adkaadana halkan aad igala soo xiriiri kartaa facebooka ama instagramkayga waan insha Allah hoos ku qori doono foomka insha Allah hadii ilaahay idmo hoos ayaan kugu reebi doonaa kan xitaa hadda ayaan idin koobi gareynayaa waad arki kartaan foomkaasi tii meesha keli karayso sidoo kale insha Allah waxaan idin rajaynayaa channelka soo subscribe gareynaa haddii meel kale ku aragtaan iyo haddii isla YouTube kooda ku aragtaan haddii rabtaan marka asxaabi khair badan ayaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iideysataan waan idin rajaynayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.